صحيت من النوم على صوت المنبه الزفت، عمل لي كلو في نافوخي ومصدع ومقريب من السهر الزفت بتاع امبارح، وكان مزاجه وحش قوي واليوم كان باين من اوله خرب. دورت على حاجه افطر بيها، ما لقيتش غير نص غيب بايت من اول امبارح ومليان نمل. نفضت النمل من عليه وكلته حاف، وعملت كوبايه قهوه ولعت سجاره ولسه هبدا افوق البس اروح الشغل. جرس التليفون رن، كان المدير بتاعي، اسخف كائن ممكن تقابله في حياتك. ايه اللي خليك كلمني النهارده بالذات؟ مش عارف انا اصطبحت بخلقه مين. وقعد يشتم ويزعق عشان مروحتش ام الشغل والشغل متعطل كل ده، وانا ساكت وما بردش. وفجاه لقيت نفسي بنفكر في خلقه امه، قلت له كل نفسي اقوله من زمان يا ابني كيك وكيك. وفجاه قفلت السكه في وشه.